الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد البنت اللي هي زوينه وسميتها ايف، واللي كانت مع الخطيب ديالها روني، وكانوا بجوج بهم كيتساراو والخطيب ديالها كيصورها. ودازوا الايام وهنايا كنشوف واحد الراجل اللي سميتو فيل، واللي مشى لواحد الدار مهجوره، وملي دخل طيب الصوبه وحط واحد الورده في داك البلاطو وهبط الماكله لواحد البنت اللي كان حبسها في لاكاف. وغنلقاو بلي ديك البنت هي ايف اللي كان رابطها بالسناسل وطلب منها باش تاكل ديك الماكله، ولكن هي شدات واحد الحجره اللي كانت حداها وعطاتها ليه في الراس وبقات كتضرب فيه حتى فلقاتو. من بعد قلبت على السوارت وحلات دوك السناسل اللي كانت مربوطه بهم، وملي فكات راسها ربطات فيل بدوك السناسل وبالزربه خرجت من ديك الدار. وملي خرجت ايف ما عرفتش راسها فين كاينه، حين ديك البلاصه كانت مهجوره وما فيهش الناس نهائيا، وكانت باغا تهرب بداك الكاميو ولكن ما لقاتش فيه السوارت، وبقات كتغوت حيت ما لقات حتى واحد تما يعاونها. وملي تهدنات شويه دخلت للدار وبغات تتصل بالبوليس، ولكن داك التليفون لقاتو خاسر. وملي مشات تقلب على السوارت ديال الكاميو وما لقاتهمش، ولكن لقات واحد الفردي واحد الملف اللي كان عامر بتصور ديال البنات اللي كان خطفهم فيل، ولقات بيناتهم التصويره ديالها حتى هي ملي كانت مع خطيبها. من بعد دخلت الحمام وهي كتدوش والفردي في يديها، حين خايفه لا فيل يهجم عليها ويربطها عاوتاني. وملي سالاتو لبسات حوايجها قرات باش تهبط لعند فيل لاكاف، وملي شافها قال ليها انت ما تقدريش تقتلين. وسولاتو ايف على دوك البنات اللي خطف فين داهم وهدداتو باش تقتلو، ولكن فيل قال ليها بلي هو بوحدو اللي كيعرف البلاصه فين كاينين دوك البنات بربعه، ويلا قتلاتو حتى هما غيموتو. وتعصبات ايف من الهضره ديالو وطلقات واحد الرصاصه في الحيط باش تخلعو. وفيل ما بغى يقول ليها حتى شي معلومه وخدات منو الصور ديال الكاميو ومشات. وملي طلعت ايف الفوق كانت كتصوب ليه واحد السمطه بحال الجام باش تحكم فيه، وملي نزلت لتحت عملت ليه داك الحبل في عنقه. وفيل اتفق معاها باش تديه للسبيطار وهو غادي يوريها البلايص ديال دوك البنات بربعه باش تعتقهم. ووافقت وخرجوا بجوج بهم من الدار، وكان هو كيسوق وهي في اللور كتحكم فيه بداك الحبل. وداها لواحد الدار اللي كان حابس فيها واحد البنت اللي سميتها نينا، وقبل ما تدخل ايف للدار ربطات فيل بالسناسل ودخلت هي لداخل باش تقلب على نينا واللي كانت كتغوت، ولقاتها وحلات ليها دوك السناسل باش كانت مربوطه. ونينا ما عرفاش شنو كيوقع معاها وبقات كتجري بحال شي حمقه وبلا ما تفكر. وايف كتحاول تشرح ليها بلي هي جات غير باش تعتقها وما تخافش منها، ولكن نينا ما داتش فيها وبقات كتجري حتى تعكلات وطاحت فوق واحد الحديده اللي دخلت فيها وماتت. وايف بقات مصدومه من هذا الشيء اللي شافت وبقى فيها الحال. من بعد مشات عند فيل وخداتو معاها ومشاو باش تعتقل البنت الاخرى. وفيل كان كيعصب فيها وقال ليها ردي البال عندك تقتلي حتى هذه كما درتي للبنت الاولى. وملي وصلوا لديك الدار فين حابس البنت الاخرى قال ليها ردي البال راه هذه البنت قبيحه شويه. وملي دخلت ايف للدار لقات تما واحد البنت اللي سميتها لورا اللي كانت مربوطه وكتفها في السقف، وطلبت منه ايف باش يحل ليها داك الحديد، ولكن هو قرب لعندها في ودنها وقال ليها بلي ايف جايه باش تقتلها. وهنايا لورا هجمات على ايف وبغات تقتلها، وحاولت ايف باش تشرح ليها بلي جات باش تعتقها وبلا ما تخاف منها. وفيل استغل هاد المدابزه اللي بيناتهم وبغى يحيد داكشي اللي في عنقه. وملي قتلت ايف لورا فيل بغى يهجم عليها وهي تيري فيه في رجله، وبقات كتعطي في واحد العصا حتى عيات. وتفكرات ايف صاحبتها اللي كانت محبوسه معها في داك لاكاف واللي ماتت تما. من بعد كنشوفو فيل اللي اعتذر من ايف وقال ليها بلي هو اللي حرش لورا وهجمات عليها، وقال ليها بلي هو ما خطفش هاد البنات ولكن هو غير عساس عليهم. وعلى غفله هضر على خطيبها روني ووعدها بلي غيشرح ليها كلشي ملي غنمشيو للدار الاخرى. وافقت ايف وهي اللي ساكت هاد المره. وملي وصلوا لديك الدار لقات تما البنت الثالثه واللي سميتها ليا، ولقاتها محبوسه في واحد البيت اللي كان مظلم بزاف. وملي دخلت عليها ايفا كانت مخلوعه بزاف وقالت ليها ليا بلي هي خايفه ليرجعوا عاوتاني وتعداو عليها. وسولتها ايف شكون هادو اللي غيرجعوا. واحد شويه هي تسمع زوج ديال الرجال اللي دخلوا للدار واللي كانوا كيهضروا بجوج بهم شكون فيهم الاول اللي غيغتصب ليا. وملي فتحوا الباب شافتهم ايف بجوج بهم، وواحد فيهم عرفاتو وبلي هو اللي خطفها هي وديك البنت اللي كانت معاها. وبلا ما تفكر نهائيا تيرات فيه نيشان، والراجل الاخر هرب ولكن ايف جرات موراه، ولكن ايف تبعته وقتلته حتى هو، ومشات ديريكت عند ليا وعتقتها وطلبت منها باش تبدل حوايجها. ودغيا خرجوا من ديك الدار وبلي كاينه واحد البنت خصهم يمشيو يعتقوها حتى هي. من بعد ايف سولات فيل اشنا هي علاقه خطيبها روني بهذا الشيء كامل، ولكن فيل ما بغاش يجاوبها حيت كان خايف على راسو لا تقتلو. من بعد عطاهم العنوان ديال واحد الكراج مهجور، وملي وصلوا تما لقاو فيه بزاف ديال البنات اللي كانوا مكتفين ومحبوسين تما. وهنايا كنعرفوا بلي داك المجرم اللي كيخطف دوك البنات كيبيعهم اللي غيخلص الثمن اكثر. وايف طلبت من ليا باش تبقى مع البنات
وقالت ليها بلي خصهم يعيطوا على البوليس، وهي غتمشي تعتقد ديك البنت الرابعه اللي بقات. وملي وصلت لحدا الطوموبيل لقات فيل كيعيط عليها، وفي نفس الوقت كيشتت الانتباه ديالها. وفي ديك اللحظه جا واحد الراجل من وراها وضربها حتى دخلت. من بعد دخلها فيل وداك الراجل لداخل، وملي فاق لقات فيل شدها مزيان وطلب من داك الراجل باش يتيري فيها في رجلها كما دارت ليه. من بعد يجي يغتصبها قدامه، ولكن ليا بنت على غفله وضربت داك الراجل بواحد الحديده في راسه وقتلته. وقبل ما تنتقم ايف من فيل طلبت من العنوان ديال كاترينا وهي ديك البنت اللي بقات. من بعد ضرباته بواحد الحديده في الراس. ليا بقات مع دوك البنات اللي في الكراج، وايف دات معاه فيل ومشاو لديك الدار اللي فيها كاترينا. وملي وصلوا تما دخلت وشافت خطيبها روني اللي كان ناعس فوق واحد الكرسي، وتصدمت بزاف ملي لقاتو تما. وسولته اشنو كيدير هنا، وسولته فين كيعرف فيل واشنو علاقته به. وروني كان كيحاول يهتن فيها باش ما تقتلوش، وقال ليها بلي هو عيا قلب عليها وسولها شنو وقع ليها وفين كانت هاد المده كامله. وايف تهتنت شويه وهبطت داك السلاح اللي كان في يديها، وقالت ليه بلي شي واحد خطفها وبلي تعداو عليها. وعلى غفله هي تسمع الصداع اللي كان خارج من واحد البيت. وروني خاف بزاف وقال ليها بلي هذيك غير واحد البنت اللي تعرف عليها حيت هي كيقلب عليها ما لقاهاش. ولكن ايف كاع ما تيقاتو، ولقات تما واحد الكتاب اللي كان عامر بتصور ديال البنات اللي مخطوفين. وبقى روني كيدخل وكيخرج في الهضره وما لقى ما يقول ليها، وقال ليها بلي حتى هو لقى هذا الكتاب ملي كان كيفتش عليها. وهنايا ايف عقت بالكذوب ديالو وهددته بسلاح وقالت ليه افتح داك البيت نشوف اشنو كاين. وتفاجات بزاف ملي فتح ليها داك البيت ولقات ديك البنت كاترينا اللي كتقلب عليها. وفي هذا الوقت فيل كان كيحاول يهرب وسمع الطلقات ديال القرطاس، وتفاجئ بايف اللي كانت خارجه من الدار وكلها عامره بالدم اللي كانت معصبه بزاف وكانت كتيري في ديك الطوموبيل. وهنايا كنشوفوا البوليس اللي وصلوا لداك الكراج اللي فيه دوك البنات وعتقوهم كاملين وخرجوهم من تما. من بعد سولها فيل اشنا هي اخر حاجه قالها ليها روني قبل ما تقتلو، وقالت ليه ايف بلي هو كتب ليها العنوان ديال مراته وبنته. وملي سمع فيل هذا الشيء تعصب بزاف وترجاها باش ما تفضحوش قدام مراته وبنته حيت هما ما عارفينش الفعايل اللي كيدير. ومشات ايف نزلاته قدام الدار، وملي فتحات مراته الباب لقاته كله مضروب ومجروح وكيسيل بالدم وهي ما عارفاش شنو وقع له. من بعد مشات ايف من تما وقفات وسط الطريق وكانت معصبه بزاف. وقبل ما تسد بنت فيل الباب دفعات ايف الباب وقررت باش تنتقم من فيل، حيت واحد بحال هذاك ما كيسهلش يبقى حي. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد.